لهذا الدين لا يحق إلا بأهله. قاعدة هذه أحبيت في الأول هذه الحديث في هذه القاعدة في البداية بتكون في أذهانكم، لأن الناس اليوم اللي ما عندهم إيمان، اللي ما عندهم ثقة بالله، اللي ما عندهم بمعرفة قوانين الله، في الظروف الراهنة سهل إنهم يحبطوا. والإنسان كفرد إذا أحبط بيفسد، والمجتمعات إذا أحبطت تتحلل تفسد. يعني بداية فساد أي مجتمع إنه يحبط، إذا أحبط ويأس يبدأ يتحلل. إنما إذا في معنويات، إذا في معنويات وفي ثقة، وفي ثقة ما فيش مجال لإفساده ولا في مجال لهزيمته. والهزيمة عمرها ما كانت بالسلاح، الهزيمة في النفوس ابتداء، في النفوس. أما قضية الوسائل هاي والماديات وبملك سلاح وبملكش سلاح، هذا ممكن يحسم معركة. لكن لاحظنا في تاريخ الأمم الناس اللي كانوا عندهم ثقة ومعنويات هذول مستحيل هزيمتهم. أما قصدك تضرهم، تضرهم بمعركة ماشي، تضرهم بمعركة ماشي، لكن طالما المعنويات موجودة والثقة، وخصوصا ثقة بالله، معناته هذه الأمة مش ممكن يستطيع أحد يحللها ولا يفكفك بنيانها، وبالتالي بتبقى موجودة.